شاد مراني شوم شيحام كارزو ثام آد لقام شوحام شيحام مران أمي قال الرسل للرب زدنا إيمانا. قال لهم لو كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لكنتم تقولون لهذه التوتة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. من منكم له عبد يحرث أو يرعى غنما إذا جاء من الحقل يقول له للوقت ادخل واتكي، ألا يقول له أعدد لي ما تعشى وأجد حقويك واغدمني حتى أكل وأشرب وبعد ذلك تأكل أنت وتشرب؟ فهل عليه أن يشكر فضل ذلك العبد لأنه فعل ما أمر ما أمر به؟ لا أظن. وكذلك أنتم أيضا إذا فعلتم جميع ما أمرتم به فقولوا إنا عبيد بطالون، إنما فعلنا ما كان يجب علينا فعله. وفيما يسوع منطلق إلى أورشليم اجتاز بين السامرة والجليل، وإذا أوشك أن يدخل إلى إحدى القرى استقبله عشرة رجال برص ووقفوا من بعيد ورفعوا أصواتهم قائلين يا يسوع المعلم ارحمنا. فلما رأوهم قال لهم امضوا واروا أنفسكم للكهنة وفيما هم ذاهبون طهروا. وإن واحدا منهم لما رأى أنه طهر رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه أمام قدم يسوع شاكرا، وكان هذا سامريا. فأجاب يسوع وقال له أليسوا عشرة الذين قد طهروا؟ فأين التسعة؟ لماذا افترقوا؟ ولم يأتوا ليعطوا المجد لله ما خلا هذا الغريب الأمة. ثم قال له قم وامض إيمانك خلصك. وشوحا لا لا من أحد مبارك وصباح مبارك على الجميع. وصلنا معكم إلى الأحد السادس من الصيف. في هذا الأحد سمعنا قراءة الإنجيل اللي كانت كرازة لوقا. فيها سمعنا إلى ثلاث أمثلة. مثال الأول كان لحبة الخردل، والثاني للخادم الذي يخدم سيده، والثالث كان شفاء البرص العشرة. حتى نفهم
تسلسل أو خلينا نقول الروحانية المترابطة بين هل ثلاث أمثلة، ممكن نرجع إلى بداية الإنجيل ونفهم من هذا السؤال اللي يطرحه التلاميذ. وقال الرسل للرب زدنا إيمانا. في البداية يمكن هذا الطلب يبدو للبعض أنه طلب ساذج أو طلب غير معقول. شو نطلب من الله يعني؟ شنو أشياء ينطينا يسوع؟ شو يزيدنا إيمان؟ شو نطانا يسوع وحسينا أنه هذا الشيء مهم؟ وما الذي نحتاج إليه أكثر من ما أعطى؟ خصوصاً أنه يسوع كان مع التلاميذ 3 سنوات، شفاءات، تعليم، رحلات، تنقل كثير من قرية إلى قرية، فإذا التلاميذ تعلموا الكثير، فما الشيء الذي يحتاجه بعد؟ شنو هو الشيء اللي يحتاجه؟ إذا قارن هذا الموضوع أو هذا السؤال بأمور تتعلق بحياتنا العملية، الإنسان لما يعجز عن أو العلم، حتى لما يعجز عن شيء دائما إحنا نقوم النادي يا رب ارحم، يا رب ساعد، يا رب اغفر، يا رب أعن، إلى آخره، حسب الموقف اللي إحنا نمر به. لما الإنسان يبقى عاجز عن حل الأمور، أو إذا كان العلم أو المعرفة تبقى عاجزة، يبقى الإنسان ما يبقى لغير شيء، بعد ما ينفذ مخزون العقل أو الحلول العقلانية يبدأ الإنسان يفكر بعد شكو، يعني شنو هي الخطوة الثانية اللي لازم أسويها. ما أقصد أنه إحنا فقط في وقت الضيق لازم نلجأ للإيمان، بس دا أقول أنه في معظم الصعوبات لما العقل يعجز ما يبقى للإنسان، ما يثبت الإنسان غير إيمانه. لذلك اليوم التلاميذ بعد ما شافوا هالمشوار الطويل مع يسوع شافوا شغلة صعبة، فما قالوا يا رب أعطنا إيمان، زدنا إيمان. يعني التلاميذ كان لهم إيمان بس خافوا أنه إيمانهم ما يقاوم مع متطلبات البشارة. فاليوم إحنا أكيد يعني بهالظرف الصعب اللي إحنا نعيشه، لأنه في كل فترة الكنيسة تعيش أزمة معينة، لكن الآباء يمكن عاشوا صعوبات بس هذا كان بوقتهم. أنا اليوم أمام أكيد يقولون كل شيء متوفر اليوم، إيه صح كل شيء متوفر اليوم، ومن ضمن المشاكل متوفرة إذا كانت مشاكل اقتصادية، سياسية، أمنية، فكرية، أخلاقية، اجتماعية وغيرها وغيرها كثير. فاليوم إحنا حتى نكون أقوياء، حتى نواجه هالتحديات، لازم نعلي مع التلاميذ صوتنا، نقول يا رب ثبتنا في الإيمان، يا رب زدنا الإيمان، يا رب لا تجعلنا ننساك وننسى إيماننا. وهذا ما نقول في أبانا الذي في السماوات، هي مو لا تدخلنا في التجربة، بالآرامية هي لا بريتن النسيونة. ما هي جرابة نسيونة؟ نسيونة اللي هو النسيان، نسيونة نسيان. لا تخلينا يا رب ننساك في حياتنا، لا خلينا يا رب نتذكر دائما، نتذكرك في إيماننا، في صعوباتنا، في أفراحنا، في أحزاننا. الإيمان هو هذا القلب النابض للكنيسة. اليوم أنتم موجودين هنا لأنه أنتم مؤمنين، ليش؟ تريدون تعبرون عن إيمانكم، عن صلاتكم، عن توتكم، عن مشاركتكم، عن انتمائكم للكنيسة. لذلك تجون كل أحد وتطلبون الزوادة اللي هي كلمة الله واللي هي يسوع الجسد، يسوع الكلمة ويسوع الجسد. فإذا اليوم إحنا مثل نعلي صوتنا مع التلاميذ ونطلب من ربنا يا رب زدنا إيمانا، يا رب زدنا انتماء لكنيستنا، يا رب زدنا محبة لكنيستنا. هي هاي العطايا اللي مفروض المؤمن يطلبها، والما عنده
كان اكو اغنيه بالعراق، ما عنده منين يجيب، ما عنده ايمان، ما عنده، خلاص انتهى. لازم يقول اعطني الايمان، لان هذا ما عنده. بس اللي عنده ايمان خليطلب دائما ان ربنا يزيد هالنعم وهالايمان وهالبركات. امين.